اذكر اسم مشروع افطار الصائم جمعيه البر الخيريه بمدينه المنوره، وهذه الحمله كما اسلف الشيخ طاهر يعني في بدايه الحلقه هو تحدي بدانا معكم في برنامج نفايس لتغطيه 50,000 وجبه افطار صائم. الحمد لله وصلنا اليوم رقم ممتاز جدا، وانا اقول ان شاء الله اذا كان بالامكان نستعرض الان الرقم كم وصلنا اليوم. امس كان 10,100 او 10,200 وجبه امس، ما شاء الله اعتقد اليوم ما شاء الله تبارك الله خلينا نتجاوز 10,000 على قولتك. الحمد لله ان شاء الله لكل يوم تقول 10,000. صبرت فنلت. طيب هل ما شاء اشوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله 11,567 وجبه افطار صائم، هذه وصلنا لها في تحدي نفائس طبعا من اصل 50,000 وجبه. الله يفهم. لكن في الجمله يعني من 400,000 احنا الان بقي اقل من 100,000. ما شاء الله. اي نعم ما شاء الله تبارك الله، العدد طيب جدا وممتاز، يعني المحسنين والمعطين واللي حابين فعلا ان يقدمون اعمال تكون شاهده وشفيعه لهم يوم القيامه هم فعلا موجودون في مثل هذه المناشط وفي مثل هذه الامور الطيبه والاعمال الصالحه، سواء يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.